اخبار الفجر المغربيه. كيف قلنا اليوم تتم عمليه هدم جميع المنازل والاسطبلات وقطع جميع الاشجار، كما قلنا للتذكير كما جاء على لسان السيد ان هنا كيتواجدوا اربعه البيار وبورت واحد ديال الضوء. سبق لينا اننا درنا فيه دوره انا وياك اليوم لتكمله الموضوع. الان تتم عمليه هدم جميع المنازل وقطع الاشجار. الان تتم عمليه الهدم، ولكن احنا بالنسبه لنا ما عطاوناش المستحقات ديالنا، يعني التعويضات السطحيه ديالنا على المباني وداك الشيء ما عطاونا حتى شي حاجه. ايوا هذا راه تيبان لي انا ظلم وظلم كبير، يعني فهمتيني. والله راه ما كي والله راه كاين الظلم. شنو الاحساس ديالك وانت كتشوف المنازل ديالكم والاشجار؟ انا ما عندي ما نحس انا شي امر الله، فهمتيني. ربي حتى كيحكم عاد كيحكم العبد، ولكن الظلم عاوتاني حنا تنقولوا هذا الشيء انا تيجيني غريب. انا تنقول يعني هذا الشيء ما بقاش في المغرب، حيت واحد تجي تاخذ ليه فيرما ديالو مساكين ديالو وكل شيء، تسيبتك انت شكون؟ فهمتيني، يعني شركه كتعدى على الناس، فهمتيني، يعني هم واعطيهم مستحقات ديالهم، عاد حيدي ليهم. واش حنا غتفاوضوا معانا بداك الشيء اللي بغيتو تعطيونا انتوما؟ لا، حنا خصنا داك الشيء اللي بغينا حنايا ولا نتراضاو، فهمتيني. دابا المهم المحكمه راها بيناتنا، راه عطاتنا المحكمه الخبره ديالنا، رحنا غاديين في الطريق ديال المحكمه. المره اللي فاتت شدونا حنا ثلاثه خوت، دوزنا 48 ساعه. شنو السبب ديال الاعتقال؟ الاعتقال قال لك راه حنا تعرضنا ليهم، فهمتيني. حنا ناقشنا معاهم وما كينفذوا على واحد خويا نجيمو محمد، وحنا هنا 12 ديال الوراثه هاد البلاد ديال الاب ديالنا. انا نجيمو محمد ماشي الاب ديالي، الاخ ديالي، وما كينفذوا على واحد ومدخلين ليه الملك كامل، وحنا وراثه كنديو اولاد وبنات. ويعني هادشي تيبان ليا هادشي ظلم، فهمتيني، فيه ظلم وبهتانات، فهمتيني. يعني هادشي انا ما بقى في الحال لا والو، يعني راه الصحه هي اللي كدير كل شيء. حنا هادشي خدمنا عليه وضربنا عليه تماره وكوناه وكنا هنا مجموعين، هو الحمد لله. بغينا نعرفوا الاسره ديالك حاليا فين كتواجد؟ الوالده مشات كرات وانا مشيت مع خويا، سكننا في واحد الفيرما اخرى عندنا. باقي الاخوه ديالك؟ باقي الاخوان ديالي. فين مشاو؟ هو كاملين كل واحد فين مشى؟ خرجوا كراو. خرجوا كراو. يعني كتشد الناس باش دير المصلحه انت ديالك. دابا هنا عرفتي، هنا دابا معطينا تا ريال والبلاد كيبيعوها هنا ب 6500 درهم للمتر كاري. يعني غتشرد 12 الاسره باش انت تبيع لهاد الناس، واش هاد الناس احسن منا؟ وسيدنا دوى على السلالي قال لك خصو الحق ديالو، ها؟ ومع من هادوي؟ احنا مديرين لنا الترامي اصلا بعد الدعوه فيها بهتان. الترامي وحنا قبال من هاد الناس، حنايا والدينا ووالدين والدينا مزودين هنايا، وكي درنا ترامينا على هاد الناس، ها؟ وعندنا الوثائق اللي كتثبت هاد الشيء، عندنا البوست داخل في 95، عندنا رافوكا راه تقريبا 30 سنة، عندنا الدرية أختي هنايا مزيودة هنايا راه عندها 65 سنة، الوالدة راه 86 سنة، راه ملي تزوجات هنا بالوالد عندها 16 سنة، راه قول 70 سنة وهي هنايا، وملتزمين باش يعوضوا التعويضات السطحية. ما ناقشوا معانا ما والو، واش حنا بلادنا وهجرونا منها. يعني كي بغيتي هذا القانون غادي ينصبك. حنا بلادنا كنشوفوها تزدنا فيها وكبرنا فيها وكل شيء بالدليل عندنا، وحقنا ما خديناش. بقاش فينا الحال على هاد البنية ولا هاد الشجر، حنا بقى فينا الحال على الظلم اللي تعرضنا ليه. متابعين قناة أخبار الفجر المغربية، هذه هي الكلمة ديال واحد من الأفراد ديال الأسرة اللي بطبيعة الحال ما قدرش يكملوا. كي كتشوفوا الدموع اللي كتنزل من العيون ديالهم، ما علينا أننا نقولوا هاد الناس مشاو للقضاء، وكنتمناو اللي عنده شي حق ينصفوا القضاء ديالنا، وأكيد بلادنا فيها القضاء. السلام عليكم. معكم السلام عليكم، معكم نجيمو ابراهيم
من ساكنة دوار ولاد موسى بير رامي أمالة إقليم القنيطرة. حنا عندنا مشاكل مع شركة خدت البلاد في 2014 وجات بغات تهجرنا يعني عرف وظلما وعدوانا، واتفاقية لسانية مع النواب على أساس باش تعوض الناس تعطيهم الواجبات ديالهم، لا من ناحية المباني ولا من ناحية تعويضات سطحية الأشجار الآبار مساكين مشاتيل إسطابلات، هادشي كاع كامل ما وفات شي به. وهذه واحد جوج سيمانات خرجوا لهاد الناس ريبوا ليهم بالقوة، يعني كانتوما كيف ما كتشوفوا ريبوا لهاد الناس بالقوة، يعني كيعطيو للناس داكشي اللي بغاو هما، وخا هاد الناس راهم سلاليين أبان عن جد، يعني كيجبروا الناس باش ياخذوا داكشي اللي بغات هاد الشركة، فهمتيني؟ يعني ماشي داكشي اللي كاين في الاتفاقية باش يحوضوا به الناس، لا، مثلا تيغوتوا ليه تيقولوا ليه سيدي ما تيغوتوش ليه حتى هما، كيدوي معاه المقدم وكيمشي للقيادة، حتى حنا جرنا هادشي، فهمتيني؟ تقول لك سيدي حنا كنعطيوها شي حاجة هيبة مثال هيبة، حنا قلنا لهم حنا سلاليين ماشي، فهمتيني؟ يعني بحال هاد الناس خواهم بزاز وباقي ما تخلصوش، فهمتيني؟ إلى يومنا هذا باقي ما تخلصوش، والسلعة عندهم هنايا الناس يعني رزقهم كاع كامل داو ليهم وما عطاهم حتى ريال، وملي كيمشيو عند القايد كاع مثلا باش يتفاهموا تيقول لهم القايد سعادة القايد تيقول لهم غتسنيو التزام، يعني بحال انت هاد البلاد يعني راه غا مستعمرة بحال هكاك، وحنا هاد البلاد راه حنا ابان عن جد كناشدو الناس اللي عندها ضمير حي هي اللي راها تشوف هاد الموضوع وتراجع وتراجع الطريق اللي كانت غادا عليها على الترامي، حيت هذا ماشي ترامي، فهمتيني؟ حنا تنبغيو باغينا حقنا، حنا ما كنطلبو حتى شي واحد، تنطلبو الله هو اللي يعطينا.